السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، ها نحن في منطقة وادي الجوز، هذه المنطقة العربية والتي يقطنها أكثر من حوالي 40,000 من الفلسطينيين المسلمين، ولا نبعد عن أسوار القدس سوى حوالي كيلومتر واحد. ها نحن الآن بعدما عرجنا على المنطقة الصناعية وقفنا أمام إحدى الدوائر الإسرائيلية والتي أنشأتها الحكومة الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس ولتشريدها أهلها. هذه الدائرة التي تعرف باسم وزارة الداخلية، كما أننا سنجد عدة مؤسسات أنشأتها الحكومة الإسرائيلية في شرقي المدينة، الهدف منها إجراءات وقوانين مغلفة، كل ذلك تهدف إلى تهويد المدينة وطرد أهلها منها وجعل القانون عبارة عن صوت يعذب به المقدسي صباح مساء. في 29/6/1967 أصدر الجيش الإسرائيلي قانونا بحل أمانة القدس وطرد رئيس بلديتها ورئيس الأمانة روح الخطيب، طرد إلى خارج الأراضي الفلسطينية. وماذا جرى بعد ذلك؟ جرت عملية تهويد واضحة جدا على كل المجالات، كان أخطرها على صعيد السكان، حيث فتح قسم هنا لوزارة الداخلية الإسرائيلية، وقامت هذه الوزارة بعد عملية الطرد الجماعي وبعد الترهيب وبعد ما جرى في 67، تم عملية فرز هؤلاء السكان ووضعت البلدية تحت قانون جديد. هذا القانون لا يسمح لأي مواطن أن يكون إلا ضمن إحصاء، ومن خلال الإحصاء الذي جرى في القدس كانت نسبة السكان الموجودين في تلك الفترة تزيد على 35%. ونتيجة للقوانين التي وضعت حول حمل الهوية والبطاقة الإسرائيلية، وضعت عدة إجراءات من خلالها من كان يحمل هذه البطاقة لابد أن يكون داخل حدود البلدية، وبالتالي زغرت حجم هذه الحدود، فأخرج أكثر من ثلث أرباع المقدسيين أخرجوا خارج هذه الحدود. ومن ثم وضعت قوانين أخرى أشد صرامة، أنه من لا يجدد هذه الهوية وهو في خارج هذه البلاد لمدة 7 سنوات يصبح فاقد لهذه البطاقة. ومن ثم وضعت إجراءات أكثر، أنه من لا يقوم بدفع الأرنونة ومن لا يقوم بدفع الضرائب ومن لا يقوم بالمواطنة الكاملة في داخل مدينة القدس أيضا يفقد حقه. لو تعلم من نسبة بإحصائية بسيطة جدا، قدم إلى هذه الدائرة، هنا كان الطرد، هنا كانت المأساة، هنا كان الشتات، وهنا كان تضييع السكان. كيف؟ حينما تعلم بأن قدم لهذه الدائرة 7,000 طلب لم شمل، ومعروف طلب لم الشمل ليس موضوعا تأتي من خارج فلسطين إلى داخل فلسطين، لا، الموضوع هو أنك إنسان مقدسي تزوجت إنسانة من الضفة الغربية أو إنسانة من الضفة الغربية تزوجت إنسان مقدسي. 7,000 طلب، 7,000 طلب لم يوافق إلا على 1,000 طلب من خلال عشرات السنين. لو رأينا أيضا إلى موضوع حتى فقدان الهوية، لوجدنا أن موضوع فقدان الهوية يحتاج منك إلى إجراءات وإلى أشياء كثيرة جدا. كل هذا الأمور تجري هنا
وتحت عين وسمع الناس، ناهيك عن ازدحام، ناهيك عن أمور كثيرة، هذا ما يجري وهذه الإجراءات ما زالت حتى اليوم. أنت بحاجة إلى أن تثبت أنك تدفع الأرنونة، أنك تدفع التأمين الصحي، أنك تدفع كل شيء حتى يمكن لك أن تحمل هذه البطاقة وتمكنك من ممارسة حياتك اليومية. من المعلوم أن وضع القدس تعيش وضعا معقدا وخاصا في موضوع حمل البطاقات، فقسم منا يحمل جواز السفر الأردني، وقسم منا يحمل جوازا فلسطينيا، وقسم آخر يحمل جوازا إسرائيليا، ولكن ربما نتفق جميعا على أننا نحمل بطاقة مقدسية فرضت علينا بعد عام 1967، ولكن هذه البطاقة المقدسية قد كتب فيها مقيم وليست ساكن ولست صاحب جنسية. هذه البطاقة أنت بحاجة إلى أن تجددها كل فترة. هذه البطاقة إذا فقدت منك فأنت بحاجة إلى تحقيق. هذه البطاقة إذا أردت أن تسافر لا تؤهلك للسفر، أنت بحاجة أن تعمل ما يسمى بلسابة سي، أي عبارة عن بطاقة عبور. أنت بحاجة إذا أردت أن تسجل طفلك أن تقف أيضا أيام وربما أشهر وأنت تتابع في تسجيل طفل، ولكن أي طفل؟ هذا الطفل يجب أن يكون أبواه مقدسيان، أي أن يكون ولد في القدس وعاش في القدس أبوه وأمه، ويا ويل من كانت أمه من غير القدس أو أبوه من غير القدس. وأنا أروي لكم قصة بسيطة. أنا أعرف شابا قد قدم في عام 98، وكان هذا الشاب يستطيع أن يعيش في داخل القدس حينما تزوج بفتاة مقدسية، ولكن هذا الشاب سرعان ما دارت الأحداث وبدأوا برفض معظم طلبات لم الشمل كما تحدثت. هذا الشاب بعد سنوات طويلة من إقامته في القدس وبعدما أثبت أنه يستحق وسجل ابنه الأول بعد زواج فتاة مقدسية وجاءه الابن الأول سجل، أما الولد الثاني فحتى هذه اللحظة لم يسجل. هذا الشاب حمل في ليل وليس له نهار، في خلال ساعة حمل وألقي به إلى الجسر، ألقي به إلى الأردن، ومن ثم هذا الشاب وجد طريقه وملجأ له في بريطانيا ليكون بعيدا عن زوجته وعن أولاده لمدة 4 سنوات. هذا الشاب مثل حي كتبت عنه الصحف المقدسية، أنا أعرفه تماما وهو من قرابة لي جدا. بعد 4 سنوات ترحل زوجته وأبناؤه الاثنان يرحلون إلى حيث يقيم، وهكذا يوما بعد يوم قطعا سيفقدون وجودهم. هذه هي الإجراءات، هذه قصة بسيطة ناهيك عن إجراءات كثيرة جدا فقدت فيها الهوية المقدسية، إما من خلال الضغط أو من خلال التسيب أو من خلال الرحيل أو من خلال قضايا بسيطة جدا فقد الإنسان وجوده في هذه المدينة المقدسة. في قرية عناتة، هذه القرية التي لا تبعد عن مدينة القدس سوى 8 كيلومترات، هذه القرية والتي بلغت إعداد سكانها حوالي 10,000 نسمة، اشتهرت بقلع هذه الخامات وجلب هذه الخامات وتصنيعها وتصديرها إلى المجتمع المحلي وإلى الخارج. هذه القرية والتي تعود إلى الأصل الكنعاني الفلسطيني العربي، هذه القرية بعدما زرناها وتجولنا فيها عرفنا بأنها مقسومة إلى قسمين. القسم الأول يخضع لإدارة البلدية، بلدية القدس الإسرائيلية، ويخضعون ويأخذون الهوية المقدسية والتي تشرف عليها إسرائيل، والبعض الآخر يخضع أصبح للسلطة الفلسطينية وأصبح يخضع إلى نظام إداري يختلف تماما عن النظام الإسرائيلي، وبالتالي أصبحت هناك
هجرة واضحة جدا لأناس كثيرين هاجروا وتركوا نتيجة الظروف، لأن إسرائيل فرضت على أولئك المقدسيين أنه من لا يسكن في داخل حدود البلدية يفقد الهوية، من لا يسكن في داخل حدود البلدية يفقد الهوية. وهنا حددت إسرائيل بقوانينها وبظلمها وبتعسفها، حددت أين تكون حدود البلدية كما تشاء، فأخرجت ما يزيد عن 10,000 مقدسي. كانت القدس وكانت زهرة المدائن وكانت القدس المصورة هي مكانهم وهي مأواهم، ولا يبعدون عنها إلا القليل. أصبحوا يمنعون، يسمعون ربما الأذان ولا يصلون إلى بلدتهم. هذه البلد التي شاهدنا فيها تلك الصناعة الحجرية التي تمتد عبر التاريخ وما زالت حتى اليوم معطاءة، هذه البلد حرمت منها زهرة المدائن كما حرموا هم منها. هذا ما جرى نتيجة هذا الاحتلال ونتيجة سحب هوياتهم المقدسية واستبدالها بهويات باسم الضفة الغربية أو قانون الحاكم العسكري، فأخضعوا هذه القضية للحاكم العسكري وسحبت منهم الهويات المقدسية التي تؤهلهم البقاء في هذه المدينة. بين الحجر المقدسي، هذا الحجر الضخم الذي جادت به أرض زهرة المدائن، جادت به على بيوت لكي تعمر، وجادت به على أهلها. هذا الحجر الخام الذي يصنع منه كل شيء، يصنع منه عتبات البيوت كما يصنع منه التيجان والأعمدة التي بنت أروقة زهرة المدائن على مدار السنين. ما زال هذا الكنز المعطاء، هذا الكنز الذي لا ينتهي، ليس على مستوى القدس فحسب، إنما على مستوى فلسطين. ولقد أعطت فلسطين العالم كله نموذجا رائع في طبيعة هذه الحجارة. هذه الحجارة إن تكلمت قالت أنا مميزة، إن تكلمت فقالت أنا تاريخ وأنا ذاكرة وأنا إنسان وأنا حضارة. من هذا الحجر بلطت أرضية وأروقة زهرة المدائن، من هذا الحجر بنيت الحضارة وصنع الإنسان المقدسي على مدار التاريخ وصنع حضارته، وما زالت حتى اليوم في أرضنا. اشتهرت بقلع هذه الخامات وجلب هذه الخامات وتصنيعها وتصديرها إلى المجتمع المحلي وإلى الخارج. حاج، احنا نعم. في قرية عناتة، ومعروف قرية عناتة أبا عن جد قضية الدكاكة والشغل في الحجر. نعم، شو حياكم الله. شو تحكي لنا عن هذه الصنعة وكيف كانت علاقتكم في لما كان مفتوح تصل للقدس، كيف كانت علاقتكم وعلاقة الوالد في الشغل ووصولكم للقدس؟ والله احنا الشغل عندنا كان، احنا ورثنا الدكاكة أبا عن جد يعني، وكنا نشتغل ونودع المنطقة القدس جار كاكت. قبل ما يجي الاحتلال، قبل ما يجي الاحتلال الإنجليزي من 8 إيش اسمه من القرن الماضي. كمان مرة احنا أجينا وزرنا هذه القرية، والقرية معروفة حياكم الله بأصالتها وتورثها هذه الصنعة أبا عن جد. تحدثنا كيف ورثت هذه الصنعة. صنعة الحجارة في عناتة من قديم الزمان، وكانوا نشتغل فيها من زمان، من يعني من الأربعينات والثلاثينات والعشرينات، من زمان أجدادنا.
طب وكنتوا تودوا حجاره اثناء ترميم المسجد الاقصى؟ كنا نودي فيه حجاره على المسجد الاقصى. وديتوا يعني حجاره؟ نعم. اثناء الترميم في نعم. العماره في الاربعينات؟ نعم. وبعد 67 كمان انتوا وديتوا؟ نعم. كمان ودينا حجار، كنا نودي حجاره على كل زور. لحد متى توقف ارسال الحجاره من قريه؟ يعني لحد الثمانينات. قريه مقدسيه قريبه من الاقصى، قريبه من القدس، لحد وين تتوقف ارسال الحجاره الى القدس؟ لحد الثمانينات، يعني ال 85 وفوق ما بنفيش كان، لان بنوا المستوطنات وبنوا المعسكر محل اللي كنا نخلع الحجاره فيه، ومنعت السلطات الاسرائيليه محل ما كنتوا تاخذوا. نعم. الحجار هذا وتودوا منه. اجوا اليهود صادروا هذا المكان. نعم. وبنوا عليه مستعمره وبنوا عليه معسكر. المستعمره في عنتوت. عنتوت. والمعسكر علمون. علمون ومعسكر عنتوت موجود الموجود. وقيدوكم بهذا الصنعة؟ ممنوع الا بدهم رخص، وما فيش، ما بعطوش لا رخص ولا بعطوا شيء، لان كل هذا الان محل خلع الحجاره الان موجود في منطقه المعسكر، ومنطقه ممنوعه العمل فيها. ها نحن في الشارع الرئيسي الذي يصل ما بين مدينه القدس وما بين مخيم شوفاط. هذا الطريق يسمى طريق عناتة، ولكن سنأخذ يسارا لندخل في ما عرف بقلب مخيم شوفاط أو مخيم عناتة، وذلك لسبب أن المخيم أول ما أنشئ على أراضي قرية شوفاط، ومن ثم امتد إلى أراضي قرية عناتة، والمشهور به أنه مخيم شوفاط وهو يتبع للأنيروا. ونحن أمام مخيم شوفاط. هذا المخيم لعل البعض يظن أنه من تراكم سنوات طويلة جدا وأنه من 48، لا، هذا هجرة جديدة، هذا نتيجة هدم حارة المغاربة، هذا نتيجة ترحيل بعد 67. هذا المخيم فقط 40 عام. انظر خلال 40 عام إلى عدة مواضيع. يمكنك أن تقول أن هناك منع لأي بناء ومنع لإعطاء أي رخصة، ومن أراد أن يأخذ رخصة من أجل أن يبني لأهله وبيته فهو بحاجة إلى ما يزيد على حوالي 50,000 دولار وأكثر. ثم هذا إذا أعطي، حولت مساحات الأراضي هنا وسمي مخيم شوفاط لتأسيسه على أرض شوفاط، هذه البلدة التي لا تبعد عن مدينة القدس سوى حوالي 5 كيلومترات. هنا أنشئ ما بين شوفاط وما بين عناتة، أنشئ هذا المخيم لأنهم لم يجدوا أي قطعة أرض ثانية، فقامت الأنيروا والوكالة تشغيل اللاجئين في فلسطين قامت بأخذ قطع من الأراضي هنا، وبدأت بإسكان هؤلاء المشردين الذين هربوا والذين شردوا والذين لم يجدوا أي مأوى. رحلوا الرحيل الأول، رحلوا من بيت ثول، ورحلوا من يشو، ورحلوا من بيت محسير، ورحلوا من المالحة، رحلوا فسكنوا بجوار الأقصى، لجأوا للأقصى، احتموا بالأقصى، ولكن الجرافات الإسرائيلية لم ترحمهم فرحلوا الرحيل الثاني، ولا ندري ماذا يجري بعد ذلك. ها هم نجد إجراءات جديدة لترحيل أخير ونسف أخير، الجدار، المصادرة، قوانين تعسفية، وأخطر ما في الأمر ما تجريه الداخلية الإسرائيلية. الداخلية الإسرائيلية سنت قوانين رهيبة جدا من أجل المواطنة، حتى تحمل هذه المواطنة وحتى تكون مقدسيا لابد أن تثبت تاريخ ميلادك منذ سنوات طويلة جدا، ولابد أن تثبت بأنك تدفع عدة ضرائب. وخذ على سبيل المثال، خذ ضريبة المثقفات ما يسمى بالأرنونة، أنت تدفع على كل متر مهما كان بسيط تدفع عليه ما يزيد على حوالي 50 شاقلا، وانظر إلى المبلغ المتراكم على مساحة بسيطة جدا. خذ ضريبة الدخل، خذ ضريبة القيمة المضافة، خذ ضرائب متعددة وخطيرة، ناهيك عن الغرامات، ناهيك عن هدم البيوت. الهدم أكثر من 2000 بيت مقدس هدم، من أجل ذلك كان هذا التراكم البشري، تراكم بشري.
هناك نسبة بدراسة مقدسية متخصصة عملت في جمعية فلسطينية متخصصة في موضوع النسب، فوجدت بأن نسبة كثافة السكان الفلسطينيين إلى نسبة البناء تزيد على 40%، بحيث أن اليهودي لا تجد عنده بمساحة، يحتاج إلى مساحة مقدارها لكل فرد حوالي 3 أمتار، بينما نجدها هنا لكل فرد أقل من متر. نحن في ازدحام رهيب جدا وخطير جدا، ونتيجة هذا الازدحام، نتيجة الازدحام ونتيجة أيضا البطالة ونتيجة كل ما يجري، نجد بأن هؤلاء الناس لجأوا إلى محاولة الحصول على هذه البطاقة، الحصول على هذه الإقامة، وبالتالي تركوا بيوتهم التي في الضفة الغربية وتركوا أملاكهم هنا وجاءوا إلى هنا ليسكنوا فوق بعضهم بعضا، من أجل أن يثبت بأنه في داخل حدود بلدية القدس. هنا الوضع يختلف عن عناتة وحزمة ومخماس والعزرية والذين أخرجوا من نطاق وسحبت منهم المواطنة المقدسية بإتباعهم للحاكم العسكري ثم للسلطة الفلسطينية بشكل تلقائي. هنا يحملون الهوية المقدسية، يحملون الهوية التي أعطتهم إياها إسرائيل، ولكنها ليست جنسية، هي مجرد إقامة، ولكن هنا بدون أي خدمات، بدون أي شيء. هنا الكثافة، هنا البطالة، هنا المأساة، هنا تستطيع أن تشاهد المأساة الفلسطينية على حقيقتها وأنت تتجول في أزقة هذا المخيم. الحقيقة أننا ما زلنا ونحن على بعد أمتار، بعد كيلومترات من مدينة القدس، ما زلنا نعيش هذه المأساة التي تراها العين والتي لا يمكن مهما وصفناها إلا أن تتحدث بلغتها وبنفسها كما ترى وكما تشاهد. أغلقوا البوابات، أغلقوا المداخل إلى القدس بجرافاتهم، جعلوا كل شيء أمنيا، أنشأوا الحواجز، فبعد كل حاجز حاجز، وبعد كل منع منع آخر، إجراءات الأولى تلو الثانية، لا تنتهي هذه الإجراءات، الهدف منها عدم وصول الناس إلى الأقصى وإلى القدس. ها نحن لا نبعد أكثر من 5 كيلومترات عن البلدة المصورة القدس، ها نحن أمام أناس يحملون البطاقة الزرقاء، الهوية التي يقولون عنها الهوية الإسرائيلية، هوية مقدسية، ورغم ذلك فإنهم يفتشون يوما بعد يوم. هذا الحاجز الذي خلفي وعلى مدخل مخيم عناتا لربما يقف الناس أكثر من 2 ساعة و3 و4 وهم يحملون البطاقة، وهم مواطنون مقدسيون، ولكنهم يفتشون ويفتشون. كل هذه الإجراءات الهدف منها أن ابتعدوا عن المسجد الأقصى، لا نريدكم هنا. كل هذه الإجراءات تهدف أيضا لمنع وصول أي مقدسي لا يحمل هذه الهوية إن وصل من خلال هذه النقاط التي وضعت لا للتفتيش وإنما وضعت للإذلال. هذا ما نشاهده في كل يوم وفي كل صباح وفي كل مساء.